أول فحص كورونا لإلي. Infectious control. Oh, sorry, darling. One more. That's it. نقعد على الارض بس هلا تقريبا عنا نطرة ساعتين بدبي لحتى نروح على بيروت، وتقريبا رحلة الطيارة 4 ساعات رح نمر فيها سوا. بشكل عام كل شي في هون لابس كمامة، ممنوع اي شخص يكون مانو لابس كمامة. التباعد كتير ضروري والتعقيم كتير ضروري، وما بيخلوكم تفوتوا على ولا محل الا اذا معقمتوا وكنتوا لابسين كمامة. مطار دبي عادة بيكون فيه الاف من الناس، ولكن للأسف بسبب هالكارثة اللي عم تصير بهيدي السنة بتلاقوا انه ما كتير في عالم، والطيارة تقريبا بتكون شبه فاضية. ممنوع انكم تشيلوا الماسك. انا تقريبا يعني من استراليا لدبي 14 ساعة كل الوقت حاطين الماسك، وبعدين من دبي على لبنان 4 ساعات كمان كل الوقت حاطين الماسك. واخيرا بلشنا بالهبوط. سويني مو خلص اوكي، رخي حالي غمض عيوني. سويني اوه ما دقت سويني مو خلص خلاص. والله اني بعزغك اكثر. انا هلا رسميا على الاراضي اللبنانيه قدام المطار تماما. هلا طلعت بها الثانيه ورايحين لحتى نعمل الفحص الثاني. رايحين لحتى نعمل الفحص الثاني. الفحص الاول او ماي جاد موتني موتني. صباح الخير لاحلى ترويقه. بلش نهاري ببيروت بجونية تحديدا. طبعا انا هلا قدام اوتيل برنسيسا اوتيل مثل ما كنتم شايفين. اوتيل على فكره بياخذ العقل، بس المشكله يلي فيه انه نحن اجينا باخر لحظه وبايام العيد. صحيح نحن بايام العيد سو كل عام بخير. ما كان في كثير غرف فاضيه للاسف، بقى نحن شوي الاطلاله عندنا مظلومين فيها. بس شوفوا الاطلاله، شوفوا لي هذا المنظر قديش حلو. او ماي جاد، شايفين هذا الجبل؟ هذكركم شو حاعمل بالفيديو يعني بعد شوي، خليكم متابعين لتعرفوا شو حاعمل من هذا الجبل. ونزول نزول لهون. خلصت فطوري ولبست وصرنا جاهزين لحتى نعمل اكثر تجربة خطيرة انا بعملها بحياتي. او لا، انا يمكن عاملة تجارب كثير، بس هيدي بشكل عام انا كنت احلم فيها من زمان، واليوم بلبنان ححقق هذا الحلم. وان شاء الله يعني اذا بسافر لسه بلدان ثانيه حاعملها لسه اعلى واعلى واعلى. فاليوم لاول مره حجرب الباراشوت بجونيه. حنروح سوا وحتشوفوني لحظه بلحظه، وبعدين حنسبح وورجيكم المسبح واطلاله المسبح اللي بتاخذ العقل. انا امبارح على فكره خنتكم شوي، اتسبحت وقعدت واسترحت وما صورت لكم ولا شيء، بس اليوم حارجع صور لكم كل شيء لتشوفوا اطلال البتجنن دبت المسبح والبحر. حورجيكم شوي منا قبل ما نروح على المغامره. شوفوا مثل ما شايفين عم بلش نهاري هون بهالمسبح اللي بجنن. طبعا الجو بجنن، الاطلاله بتجنن، شو بدي احكي لكم يعني ما بعرف. هلا جايز
مثل ما بتعرفوا صار الوقت لحتى نروح ونجهز حالنا للباراشوت. خليكم جاهزين ومثل العادي يعني اللي ما أنا مشترك بالقناة ينزل تحت ويشترك بالقناة حطوا لنا لايك وكومنت حلو مثلكم ولا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وتيك توك. جاهزة تالا؟ طالعين بالتيك توك. هنطير من هوني وننزل لهون. الأخير قديش كم متر عمو؟ 750. طالعين هلأ بالسيارة لحتى نطلع على الجبل ومن الجبل نحنا رح ننطلق وننط من فوق. وصلنا على قمة الجبل وهلأ عم نمشي لحتى نورجيكم المنظر يلي نحنا رح ننط منه. أوه ماي جاد بلشت أتوتر. وكان دايما بكون متحمسة بالأول بعدين بتراجع لأنه بالمنظر مرعب. أوه ماي جاد ليكم من وين نحنا رح ننط أو رح نطير ما بعرف شو هنسميه بس يعني. أوكي هو اللي حياخدني اسمه جوزيف. جوزيف متوترة كتير؟ متوترة؟ بس لا بتوقع هتكون حلوة. أنا خوفتك شوي حق بس هو على فكرة أمورها حلو مش برشي. ماشي خلاص كارولين ضبي يعني احنا عايزين نطير. انسي عواطفك مشاعرك. اوكي ماشي انسي عواطفك مشاعرك ان شاء الله ما يحضر الفيديو ويشوف انا شو حكيت. ماشي احنا تقريبا صرنا جاهزين وهلأ حننتقل على كاميرا الجو برو ونشوف كيف حنطير سوا. Let's do it. هاي كارولين. هاي شو جايين نعمل هلا؟ نعمل باراشوت من علو قديش 750 متر. واو يلا سيبوا يلا
التجربة أنا نسيت إني أرجع لكم إنه أنا كثير انبسطت وشو رأيكم بالتجربة وانبسطتوا أنتوا معي ولا لا. على فكرة أنا نسيت تماما، وبشكل عام كمان هي كانت شوي آخري بتدوخ لأنه برم فيني هيك بسرعة كتير. رجعت على الأوتيل حطيت راسي وتسطح تقريبا شي 5-10 دقايق، بعدين جهزت حالي هلأ وهلأ حنروح على المسبح سوا. مثل ما كنتم شايفين أنا جاهزة هلأ لتياب المسبح لحتى نوريكم الإطلال اللي بتجنن على المسبح. طبعا المسبح حاطينه آخر طابق من فوق. بتمنى أنه تكونوا أنتم مبسوطين مثل ما أنا مبسوطة بهذا الفيديو، يعني أحاول هيك حسسكم وتعيشوا معي اللحظات الحلوة اللي أنا بحبها. So yeah. بعد ما خلصنا سباحة وقضينا يوم بجنين. نحنا هلأ بجوز عم تسألوا حالكم أنا لوين رايحة؟ أنا لابسة وجاهزة، حتى الشناتي والغراض كلياتها رايحين. رح خبركم لوين رايحة. رايحة على سوريا وأخيراً أوكي، ما فيني كتير عيط لأنه في صدى وكل العالم تسمعني، بس أنا كثير مبسوطة إني رايحة على سوريا، وكمان كثير مبسوطة إني رح أرجع للفيديوهات اللي أنا بحبها مع رفقاتي مع إخواتي مع هالقصة هيدي. بقى شوي الماما كمان فرحانة، بتعرفوا ليش؟ لأنه حخفف عنا الحمل للمقالب وهالقصة هيدي كلياتهم، حينتقلوا ويصيروا لأشخاص أنتم بتعرفوها، والعالم اللي ما بتعرفهم اللي متابعني جديد حتعرفوهم قريبا وترقبوا الفيديوهات الجاية. بقى أنا هلأ بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، وبشوفكم إن شاء الله بسوريا بفيديوهات جديدة. بحبكم كلياتكم، ومثل العادي كارولاين تيم هو الأساس. لو ما بتحاول مش هتوصل ليا تاني، عشان زمن سبتني ودي الوقت انت بتعاني. عربيتي لمبرجيني لابسة بإيدي ألماس.